سلام ريس علي، كل التحيات. شو أخبارك يا غالي؟ طمنا عنك. معلمة، نحن وصلنا من يومين على العراق والأمور الحمد لله، يعني شيء جدا رائع. لك شو بدي منك؟ أي حدا من العائلات بحب يطلع على العراق، الأمور كلها مأمنة، جماعة الحشد الشعبي مأمنين كل التفاصيل بدون أي استثناء، بس مطلوب من العائلة توصل على الشام على منطقة السيد زينب، حد السيدة زينب، في فندق مستأجر من قبل الحشد الشعبي مدفوع، يعني بس بيوصلوا عليه بيقعدوا فيه، ومن هونيك بيتم نقلهم وبشكل سريع جدا لا يتجاوز ال 24 ساعة، يعني ماكسيموم الواحد ممكن يبقى 24 ساعة بسوريا، لأنه الطرقات في بعض الطرقات ما بتفتح بالليل، مثل لأنه بده يروح من معبر البوكمال. مشوار الطريق هو الشغلة الوحيدة الصعبة بالموضوع، لأنه بده تقريبا من سوريا على العراق على منطقة ديالى اللي هي على حدود إيران، تقريبا نبعد تقريبا ساعة ونص عن حدود إيران، بده حوالي 30 ساعة، بس مجرد يوصل على سوريا صار مأمن بكامل تفاصيله. بيوصل لهون الحشد الشعبي متكفلين بكامل التفاصيل، بيوصل كله، بيوصل ما في لحسانيات ولا مدارس ولا شيء، بيوصل على بيت مستقل، كل عائلة ببيت مستقل بكامل تجهيزاته بكامل طلباتهم. شو بيطلبوا يعني عرايت العراقية يتدلل، بس هو يتمنى والشعب العراقي كله بخدمته، يعني ما عم ينقص شيء، حتى اللي عندهم أولاد حتى اللي ما يروح عليهم السنة الدراسية. كمان طلع قرار استقبال جميع اللبنانيين بالمدارس وبياخدوا إفادات السنة وبيجي بيكمل حتى اللي ما تروح على سنة دراسية. فشف لي مين بيحب يطلع، حكيني، وجاهزين لأي شيء، يعني الجماعة اللي مقدمينه أنا، يعني أنا موجود وعم ببرم وعم شوف البيوت بعيني وعم شوف كل التفاصيل، ومبدئيا أنا اللي رح كون مستلم هون الموضوع اللبناني بمنطقة ديالى، يعني رح كون مساعد للحشد الشعبي بهذا الموضوع، ماشي؟ فأي حدا بحب يجي ما يتردد، ماشي؟